إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على شرح الأصل الثالث، وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا، بشرط أن يقودنا بكتاب الله تبارك وتعالى، فله السمع والطاعة. وقد أخذ الله تعالى المواثيق والعهود على أولي الأمر أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وأن لا يحكموا بين الناس إلا بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى. فالله جل وعلا أخذ على أهل الأمر الذين يسوسون أمور المسلمين أن يسوسوهم بدين الله جل وعلا. وهذا هو الأصل في بعثة الأنبياء والمرسلين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. هذه هي السياسة يا إخوان، الذي يتكلم عن السياسة بعيدا عن الدين ويريد أن يخرج السياسة من الدين فهذا أخرج الدين برمته، لأن الدين برمته سياسة، لأن السياسة أن تسوس الناس بشرع الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. الخلق خلقه والأمر أمره، فهو خلق الخلق وأنزل أوامر لهم. أين هي مع الأنبياء والمرسلين؟ كتب أنزلها الله جل وعلا، ووحي أوحى به الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير. وختم الله تعالى أنبياء والمرسلين بمحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صارت رسالته مهيمنة على جميع الرسائل من قبل وجميع الكتب من قبل. فبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم ليسوس أمته بهذا الدين. قال: فاحكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. إذن الرسل بعثت بالسياسة، فسياسة النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه السياسة في العقيدة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه السياسة في العقيدة. في السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه السياسة في العقيدة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبوا ولا يشركوا به شيئا. هذه السياسة في العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه السياسة في العقيدة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. سياسته في الصلاة ما هي؟ حديث مالك بن حويرث في صحيح الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه السياسة في الصلاة، كيف أكبر، كيف أركع، كيف أفعل، ماذا أقول. هذه سياسته في الصلاة. سياسته في الصيام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقضوا له 30. الأحاديث التي تتكلم عن فضل الإفطار وفضل السحور والمفطرات ومتى يكون الإمساك ومتى، هذه السياسة في الصيام. في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. عند النسائي: خذوا عني مناسككم. إذن ما من شيء إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيه سياسة، وهو هديه وطريقته. كتاب البيوع كله مليء بالأحاديث. سياسة الاقتصاد، الأمور الاجتماعية مليئة بالأحاديث. سياسة المجتمعات حتى لا يقع فيها الشحناء والبغضاء: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. أفشوا السلام بينكم، أعطوا الطريق حقه، أحاديث الجار وما يتعلق به. هذا
أحاديث عن العلاقات بين المسلمين والكافرين، أحاديث كثيرة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن الرسل تبعث لتسوس الدنيا بالدين، الرسل تبعث لتسوس الدنيا كل برمتها بماذا؟ بدين الله تبارك وتعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. حتى لا ينخدع الإنسان بطرح علماني أو طرح ديمقراطي أو ليبرالي أو حداثي أو كذا من الشرك والكفر بالله جل وعلا، يقول لك لا لا الصلاة شأنها مستقل عن سياسة الاقتصاد، السياسة لا علاقة لها بالدين، لن نوسخ الدين بالسياسة. نقول لا لا، الدين كله سياسة، لكن سياستكم هي سياسة النفاق، ولذلك أردتم أن تعتزلوا بها عن الدين، لأن الدين إذا دخل فيها سيفضحها وسيبينها وسيكشف عوارها، ولهذا تنأون بالدين عن سياستكم التي هي سياسة النفاق، وهي كلمة أخذوها عن أعداء الدين حقيقة، عن كفار والمنافقين وعن اليهود والنصارى، حتى هم في لغتهم عندما يعرفون السياسة هذه يقول It is a dirty game، يعني هي اللعبة القذرة، هي اللعبة القذرة. من أراد اللعبة القذرة يدخل فيها، لماذا؟ لأنه سيتجرد من ماذا؟ من دين الله تبارك وتعالى، سيتنصل من الحدود، سيتنصل من الولاء والبراء، سيتنصل من ملة إبراهيم، يصبح عنده إيش؟ السياسة عنده المصلحة. أين هي المصلحة؟ يركبها، لو ركبها بحلال أو بحرام لا يهم. هذه القاعدة اليهودية يا إخوان، ها؟ الغاية تبرر الوسيلة. لا، نحن مؤمنون بالله عز وجل، ماذا نقول؟ الغاية لا بد أن تكون مشروعة، والوسيلة الموصلة إليها لا بد أن تكون مشروعة. فنحن مؤمنون، تعبدنا الله تعالى بالوسائل والغايات. بالوسائل، قالوا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يجوز أن تسرق وتتصدق؟ ما يقبل الله جل وعلا. هل يجوز مرة أن تزني والعياذ بالله وتتصدق بفرجها؟ ما يقبل جل وعلا هذا. يرابي الإنسان ويتصدق من ربا، لا يقبل جل وعلا هذا منه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما أولئك يقول لا، المقصود الصدقة، المقصود إعانة الفقراء والمساكين، بأي سبيل وصلت إلى المال فافعل، فإن الغاية تبرر الوسيلة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا المؤلف هنا يتكلم عن طاعة مخصوصة يا إخوان، الطاعة المطلقة لله ورسوله فقط، الطاعة المطلقة لله ورسوله، ما عداها من الطاعات هي طاعات مقيدة، هي طاعات مقيدة. ولله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول خرج أولي الأمر. لم يذكر أولي الأمر هنا مطلقا، لماذا؟ لأن هناك نزاعا، وطالما أن هناك نزاعا فلا بد أن يفض هذا النزاع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف الراعي مع الرعية، من يحل الإشكالية؟ الكتاب والسنة. اختلف الأمير مع جند من جندي، من يحل القضية بينهم؟ مظالم بينهم، حصلت مظلمة، ظلم الأمير جنديه، من ينصف هذا الجندي من هذا الأمير؟ الكتاب والسنة. ولهذا أخرجهم عند النزاع، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم ذكر الذين يتجاوزون هذا الحد الرباني ويزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بما أنزل من قبل، لكن في نفس الوقت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يرضون بالطاغوت ويتحاكمون إليه، لماذا؟ ليأخذوا هذه الحقوق من خلال الطاغوت، لأنهم لا يجدونها في كتاب الله وسنة رسوله، كتاب السنة يقضي ببطلانها وأنها فاسدة وحابطة، ويريدها من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الطاعة المطلقة لله ورسوله، الطاعة المقيدة لأولي الأمر. المؤلف بعد أن ذكر أولي الأمر من الأمراء عطف بذكر أولي الأمر من العلماء، لأن أولي الأمر في أمة الإسلام نوعان، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هم العلماء والأمراء، ونضيف إلى ذلك الربانيون، الأمير الرباني والعالم أمر الرباني،
لأن هناك أمراء ها خرجوا على طاعة الله ورسوله، بل صاروا حربا على الله ورسوله. انتبه، هناك أقوام ملكهم الله فادعوا الألوهية كفرعون، ملكه الله، آتاه الله الملك، ماذا صنع فيه؟ ادعى الألوهية. هامان آتاه الله الوزارة، ماذا صنع فيها؟ خدم فيها الطاغوت فرعون. الأجناد أعطاهم الله جل وعلا سلطات، ماذا فعلوا فيها؟ خدموا فيها فرعون وهامان. الله تعالى قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. النمرود آتاه الله تعالى ملكا وسلطان، ماذا فعل فيه؟ عبد الناس له. الله تعالى قال ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ألم يؤتك الله الملك؟ لماذا آتاك الملك؟ لكي تحكم بين الناس بالحق. أن آتاه الله الملك، ينظر إبراهيم بماذا؟ في أنه هو يقدر يفعل مثل فعل الله والعياذ بالله. إبراهيم قال ربي الذي يحيي، قال أنا أحيي أمي. فأتى برجل محكوم عليه بالقتل فعفى عنه، قال هذا أحييته. وأتى بآخر لا جريرة له ولا ظلم فقتله، قال هذا قتلته، قال أنا أحييت هذا وأمت هذا. وهذا عين الجور والظلم الذي نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه. لما رأى إبراهيم عليه السلام ضحالة عقل هذا الملك وسوء تصرفه وفساد تصوره، قاله اطرد أصلك، امضي قدما، أنت تقول أنك تفعل مثل فعل الإله، امضي قدما، هيا بنا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حسمه وقطع، لأن الجدال مثل هذه لا يغني عنه شيء، هذا صاحب هوى وصاحب ضلالات والعياذ بالله ووحي شيطان. فذهب إلى المسألة العظمى مباشرة، الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا إلهي، أنت تزعم الإلهية فأتي بها من المغرب، أخرجها لا من المغرب، مرها تأتي من المغرب. فالله جل وعلا بيّن أن هذه الطاعة طاعة مقيدة، وكذلك في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بطاعة الأمير، يأمر يقول أطيعوا أمرائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ينبههم أن طاعة الأمير من طاعته عليه الصلاة والسلام. لكن أي أمير هذا؟ الأمير الذي يأمر بطاعة الله ورسوله. خرج هذا الأمير في السرية وحدث حدث بين الأمير ومن معه من الرعية فأغضبوه غضب، فقال أوقدوا نارا، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا نعم. قالوا بلى. قال أوقدوا نارا، فأوقدوا النار. قالوا أوقدنا النار، قال قعوا فيها، ادخلوا في النار. الرسول قال لكم أطيعوا الله. فقال بعضهم إنما أسلمنا فرارا من النار، سبب إسلامنا فررنا من النار من سخط العزيز الجبار. وقال آخرون لا ما يغيب. فبينما هم كذلك إذ سكت غضب الأمير وأمر بإطفاء النار، غير رأيه خلاص تطفوا النار. طيب رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، يا رسول الله جرى كذا وكذا، وقال أمير كذا. قال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها طاعوا، دخلوها ثم يقول والله أنا عبد المأمور أنا ما عندي حيلة، لا 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 لا، أنت ستحشر والعياذ بالله إلى هناك صلى الله عليه وسلم. انتبه، أنت عبد الله لست عبدا للمأمور، أنت عبد الواحد القهار جل الله في علاه القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت عبد لهذا الملك الجبار جل الله في علاه سبحانه وتعالى. عطف بالصنف الآخر من أولياء الأمور وهم العلماء الربانيون. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه في الدين، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يقول بيّن الله تعالى هذا في القرآن في مواضع ذكر منها سورة البقرة، وسوف يذكر مرادفات أخرى كذا. هؤلاء هم
أولي الأمر كذلك، لأن أولي الأمر هم الذين يقضون بين الناس ويحلون إشكالاتهم بدين الله عز وجل. هؤلاء هم أولي الأمر الربانيون، وهم من؟ العلماء والأمراء. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: يحكم به ذوى عدل منكم. لاحظ، فهم أهل حكم وأهل أمر في الأمة، والقضاة الأصل فيما أنهم إيش؟ لابد أن يكونوا علماء في الشريعة، يقضي بشريعة الله تبارك وتعالى، لا يقضي بالهوى والقانون الوضعي والدستور الجاهلي، فهذا الشرك وكفر بالله عز وجل، والتحكم إلى هذا كفر بالله عز وجل، في تقليل ما حرم الله تحليلا وتقليل ما أحل الله تحريما أو تبديل الدين، الحكم بهذا كله كفر أكبر، والتحكم إليه كفر أكبر. رسول الله عليه وسلم قال جل وعلا: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقعت في هذه الطاعة، الطاعة إيش؟ شركية، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه أن تقول الله هذا حق فله لي قانون، وأنت تعلم أن القانون حكم بالطاغوت، فإنك قد تحاكمت إلى الطاغوت وأخذت حكم الطاغوت. ماذا يقول في أمثال هؤلاء ربنا؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون، يعني وإن صلى وصام وزكى وحج كل عام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء أهل الإيمان عند الله تبارك، هذا يحقق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالعلماء والأمراء علية القوم، فلا بد أن يكونوا من الصالحين من الربانيين، فبصلاحهم يصلح المجتمع بإذن الله عز وجل، وبفسادهم يفسد المجتمع، لأن الآلة والقوة عندهم، القوة العلمية والفكرية عند العلماء، والقوة المادية وبسط النفوذ عند الأمراء. وإن كان أصل في الأمراء في الزمن الأول في زمن الصحابة أن الأمراء هم العلماء، ولهذا من الذي تولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ من؟ أبو بكر أعلم الصحابة، كما قال ابن عمر في البخاري، قال: كنا نعد نقول نقدم أبا بكر ثم عمر، يقدمون أبا بكر على من عداه. لا، لما توفي أبو بكر الصديق من تولى؟ عمر رضي الله عنه. لما قتل شهيدا رضي الله عنه تولى من؟ عثمان رضي الله عنه. لما قتل شهيدا تولى من؟ عثمان. وهكذا، ثم جاء معاوية أحد علماء المسلمين، قال الإمام ابن قال: أفضل ملوك الأرض معاوية رضي الله عنه وأرضاه. طيب، إذا الأصل في الأمراء أن يكونوا علماء، لكن لا حرج إن حصل تغلب أو نحو ذلك ولم يكن عنده علم، لا بد أن يكون معه علماء يبصرونه بحقائق هذا الدين وما يؤمر به وما ينهى عنه، فإذا زلت قدمه نبهه. ولهذا هو المؤلف هذا يقول: وبيان من تشبه بهم، لأن الأمراء إذا فسدوا يتخذون بطانة وحاشية فاسدة، يتخذون أهل العلم يقولون بالباطل وربما يقولون ما لا يعلمون، وهذا ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، بيّن أن هلاك الأمة في موت العلماء الربانيين، يتخذ الناس بعدهم إيش؟ رؤوسا ضلالا، فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، نسأل الله العافية والسلامة. هذه مصيبة يا إخوان تحل بالأمة عندما يتواطى العالم المتلاعب بدينه المتخذ دينه لهوا ولعبا مع الأمير لكي يعطيه الفتاوى الجاهزة التي تبرر له طغيانه بل وكفره وضلاله وزندقته، نسأل الله العافية والسلام. ومهما يقع في هذا الأمير من ضلال أو زندقة أو حتى كفر بالله جل وعلا صريح بواح، يذهب هذا العالم مباشرة ليبرر ويمرر وكذا وكذا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هلاك للأمة، ولذا الله تعالى أخذ العهد والميثاق على العلماء والأمراء كما أخذه على الأمراء، أخذه على العلماء كما أخذه على الأمراء، ألا يقولوا على الله إلا الحق، وألا يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، وألا يقولوا على الله إلا ما يعلمون أنه لله عز وجل. وقد انعقد الإجماع وحكاه غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز تقليد العالم إذا علمنا خطأه، لا يجوز بالإجماع، بل نقل ابن تيمية الاتفاق على أن العالم القاضي إذا أفتى بخلاف الحق الذي يعلمه وقرره للناس ليصبح شريعة فيهم ودينا أن هذا كفر أكبر في علمة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. مسألة خطيرة يا إخوان،
الله تعالى والخلق والأمر، من نازعه في ذلك أميرا كان أو عالما فلينظر أين هو من دين الله تبارك وتعالى. هذه مسألة خطيرة جدا يا إخوان، تحتاج إلى وقفة جادة من المسلمين. لا تقبل إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقبل حكما من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة. يقول المبارك رحمه الله تعالى، يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لاحظ، وأحبار سوء ورهبانها باعوا دينهم والعياذ بالله. الله تعالى نبه على هذا في الكتاب العزيز، قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، ليس قليلا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أخوان، تسمعون بشيء اسمه الثورة الفرنسية؟ الثورة الفرنسية هذه سببها الأحبار والرهبان. الأحبار والرهبان من النصارى أخذوا يبررون أفعال الإقطاعيين. من هم الإقطاعيون؟ الإقطاعيون هم علية القوم من الوزراء والأمراء وأصحاب النفوذ وأصحاب الأموال، يفعلون أفعال خبيثة شنيعة قبيحة ومظالم شديدة والعياذ بالله، فيجري مباشرة الأحبار والرهبان في ركابهم ويبررون ويمررون ويسكتون العامة: لا لا، ما يجوز، أو لا تفعل كذا، هؤلاء كذا. فماذا جرى؟ مرت السنون والأيام فامتلأ الشعب حفيظة وغيظا حتى على هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم للإقطاعيين. أخذوا أراضي الناس وأخذوا أموالهم وهتكوا أعراضهم، وهؤلاء يقول: اسمعوا واطيعوا واصبروا ولا يجوز ولا يجوز، ويأتون بالآيات من عندهم ويحرفونها ويبدلونها عن مواضيعهم بعد مواضيعها، ويبدلون الشرائع لأجل هؤلاء الكبار كما فعلت اليهود من قبل في قضية التحريم لما حصل الزنا في أشرافهم، بدلوا الدين والعياذ بالله، بدل رجم الزاني المحصن قالوا: نجلده ونحممه، يعني نركبه على فرس ونقلب وجهه ونسود وجهه بالفحم ونغربه في بعض أحكامه، نغربه لمدة سنة، بدل إيش؟ بدل الرجم، لأنه كثر في أشرافهم وما يمكن أن يجلد الشريف عندهم، فبدلوا الكلم وحرفوه لكي يماشوا الأشراف. هذه الثورة الفرنسية قامت بهذا السبب، فانفجر المجتمع، قام وقتل الأحبار والرهبان وهدم الكنائس وفعل أفاعيل بهم. لماذا؟ لأن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لا، ربوبية في التشريع وربوبية في الدعاء والتأليه. الأحبار والرهبان أرباب، لماذا؟ لأنهم يشرعون لهم ما حرم الله ويشرعون لهم ما أحل الله، يقلبون هذا بهذا ويبدلون الدين، يزيدون ينقصون على أهوائهم، والناس تبع لهم يقبلون منهم ذلك، هؤلاء أربابهم. الله تعالى في سورة آل عمران ماذا يقول؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هذه ربوبية التشريع يا إخوان، وتلك الأزمة التي كان يعيشها الملك في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، قبل أن يسلم الملك مع يوسف لله رب العالمين، كما قال مجاهد، قال: أسلم الملك لله رب العالمين. قبل هذا كان يسوس دولته بتشريعاته هو وأوامره هو وحدوده هو. لما دخل يوسف السجن مع وجد صاحبين في السجن، ماذا خاطبوا؟ خاطبهم بالتوحيد، بعد أن لجأوا إليه في مشكلتهم في الرؤيا، كل واحد منهم رأى رؤيا كما تعلمون. فاستغل يوسف عليه الصلاة والسلام حوجتهم إليه ليبين لهم الخطب الأعظم، أصل الدين: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم
أنتم قلتم برلمان ودستور وقانون وعلمانية وانتخابات وصناديق اقتراع واختيار الشعب والحكم للشعب وكذا وكذا، هذه جندتكم، هذه أقوالكم أنتم. ثم قال إن الحكم إلا لله، ما إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المؤلف رحمه الله تعالى قال تجد هذا المعنى في مواطن منها الآيات في سورة البقرة. قال الله جل وعلا، نقرأ هذه الآية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هناك عهد وميثاق بينك وبين الله، ألا تقول على الله إلا الحق ولا تحكموا إلا بالحق، واحذروا وارهبوا من الله عز وجل. قال: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الدنيا بحذافيرها من الثمن القليل كما قال قتادة رحمه الله تعالى. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. راجعوا أنفسكم، تأمر الناس بالعدل والإنصاف وطاعة الله وأنتم تبدلون الدين وتتلاعبون به وتسعون في نصرة الظالم على المظلوم. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. العلم الخشية كما قال سفيان، العلم الخشية أن تخشى الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الخشية، إذا ما عندك خشية من هذه العلماء ما عندك علم ولا ينفعك هذا العلم. ثم قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يكون لها شفاعة ولا يؤخذ عنه ولا هم ينصرون. لاحظ تهديد ووعيد شديد لمن آتاه الله تعالى الأمر من العلماء والأمراء الذين أحال الله تعالى عليهم. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. لاحظ يقول السنة مليئة بمثل هذا، أحكام من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من بيع الدنيا عن بيع الدين بالدنيا، كقول صلى الله عليه وسلم حيث يروي في البخاري قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا ديدانه. في الحديث الآخر قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. في الحديث الآخر يقول: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. وحذر صلى الله عليه وسلم من البغي في هذا العلم والتلاعب به، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فافتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فيقول أحاديث كثيرة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فيها من العلماء، علماء السوء. وجاء عن عمر وهو يحذر من زلة العالم، لأن يعني زلة كما قال السلف قال: زلة العالم زلة عالم، عالم من ورائه سيزلون، نسأل الله العافية والسلام. يقول: ثم صار هذا أغرب الأشياء. يقول: تبدلت الأحوال وتغيرت التصورات وفسدت. ما الذي تغير؟ هذا التصور أن الأصل أن يتبع العالم الرباني والأمير الرباني، لا يتبع العالم المتشبه بالعلماء وليس منهم، بدليل أنه يهمل أصل هذا الدين ويدافع عن الظالمين ويسعى في ركاب الطواغيت ويرقق المسائل الشرعية الأصولية و لكي يمرر الدنيا الأمير ودنيا الملك أو دنيا حتى الناس والعياذ بالله، يجعل الدين ما يطلبه الجمهور وما يطلبه ويشتهيه المستمعون، ليس ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تجده يركز على قضايا هناك ما هو أخطر منها في المجتمع موجود لا يلتفت إليها، و
يأتي على قضايا الأمة بحاجة إليها، أمس الحاجة لا يتكلم فيها، يقول هذه فتنة وتحدث كذا، مع أنها هي أصل هذا الدين، فيغيب الناس عن أصل الدين ولا يعرفون ذلك ويتلاعب بهم الطواغيت، نسأل الله العافية والسلام. يقول صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه أي في الدين، العلم الحقيقي والفقه الحقيقي في الدين هو البدع والضلالات. لو جاء إنسان فتكلم قال لا تطيعوا أميرا إلا في طاعة الله، إياكم أن تقبلوا من عالم فتوى مخالفة لكتاب الله ورسوله، إياكم أن تقبلوا صفقة بغير كتاب الله ورسوله، أكفروا بالطاغوت، ومن الطاغوت التشريع من دون الله عز وجل، ومن الطاغوت كذا وكذا، رموه بالعظائم، يقول ها رموه بالبدع والضلالات، قال هو البدع والضلالات، صار هذا مبتدع ضال منحرف، هذا صاحب فتنة، هذا من الخوارج، هذا من الإرهابيين، هذا من المبدل، وهذا أتى بدين جديد، وهذا خامسي، وهذا كذا وهذا كذا، هذا موجود إلى يومنا هذا. نعم، إذا جاء إنسان بأصل هذا الدين وتكلم بالكتاب والسنة والوحي المبين ووضح للناس رموه بالعظائم ونفروا الناس عنه وأمروا باعتزاله، لماذا؟ ها يريدونها عوجا، يبغونها لهوا ولعبا، يريدون يتأكل من في دنيا بدينه، نسأل الله العافية والسلام. قال وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، يأتي يلبس جبة العلماء ويتكلم بلسان العلماء، يلبس الحق بالباطل، يأتي بمسألة أجنبية عن القضية بعيدة تماما عن القضية، يقول لا لكن في دليل كذا، يقول كذا، تقول يا أخي هذا الدليل لا علاقة له بهذا المقام، هذا المقام واضح المعالم، حكم الله فيه كذا وحكم رسوله فيه كذا، قال فيه الصحابة كذا وقال فيه أهل العلم كذا وأجمع السلف على هذا المعنى، يقول لا لكن في اللغة هناك معنى، فيأتيك بكتب اللغة، لماذا؟ يريد أن يلبس الحق بالباطل، قد أخذ الله تعالى عهد ميثاقه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه، لاحظ العلم الذي فرضه الله ومدحه وأثنى عليه وحث العباد عليه، ماذا يسمع؟ يقول وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوأ به أي عندهم إلا زنديق أو مجنون. العلم الحق ها عند هؤلاء ما يتكلم به إلا زنديق أو مجنون، زنديق يريد أن يلغي أقوال العلماء ويريد أن يتخير في الدين ويتشهى على هواه، لماذا؟ لأنه مثلا وجد مسألة قال بها أهل العلم كذا وكذا وكذا، وقال الصحابة رضي الله عنهم فيها كذا وكذا وكذا، فأخذ بقول الصحابة وترك قول مثلا أبي حنيفة أو مالك أو قول مالك والشافعي وأحمد، يقول هذه زندقة، كيف تترك قول؟ مع أن الأئمة أنفسهم ربوا أتباعهم على الأخذ بالكتاب والسنة والصحابة رضي الله عنهم، فكان أولى أن يرمى بالزندقة هؤلاء الأئمة، معاذ الله وحاشاه، كما قال الناظم قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكتفي بكتاب الله وسنة رسوله وما دل عليه الكتاب والسنة سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ومن سبيل المؤمنين اتباع الصحابة فهم حجة على من بعده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. لو جاءك قول لمالك لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وأذكر من شئت من الأئمة الكبار في هذا الدين وخالفهم أبو بكر وعمر، من تقدم؟ أبو بكر وعمر بلا نزاع عند المؤمنين والمؤمنات أبدا، لهم مرتبة عليا في هذا الدين، قال صلى الله عليه وسلم إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، ها يرشدوا. طيب
يقول صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. في أحد العباد المسائل قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وقع اختلاف، نأخذ من سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد رضي الله عنهم وأرضاه. يقول هذا القول إذا وجد من يقول به، ونترك قول العالم الفلاني لأن قول الصحابة مخالف له والآية والأحاديث مخالفة لها، وهذا العالم قد يكون قد فاته من الدليل ما فاته، هذا أمر معلوم لأن الصحابة انتشروا يا إخوان. عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة كعائشة كانوا بمكة، عبد الله بن مسعود ذهب إلى العراق، بلال رضي الله عنه ذهب إلى الشام، بعض الأئمة كعبد الله بن عمرو العاص ووالده ذهبوا إلى مصر، كل واحد معهم ترك عن الرسول صلى الله عليه وسلم معه أحاديث. ولهذا الأئمة لما جاءوا عرفوا هذه الحقيقة، عرفوا أنه قد يكون في مسألة حديث عند ابن مسعود في العراق لم يسمعه ابن عباس بمكة، ولهذا وطنوا أنفسهم على أنهم متى ما وجدوا الدليل وفهم الدليل عن الصحابة سلموا له وتركوا أقواله. ولهذا بنى الإمام مالك فقهه على أقوال ابن عمر وابن عباس، وبنى أبو حنيفة عامة فقه وأصحاب على أقوال لابن مسعود، وهكذا. فالصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا قولا في المسألة كانوا حجة على من بعده، فإذا جاء إنسان وقال: لا أتركوا قول كذا وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: هذا لا يقول به ولا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قال: وصار من أنكره، أي أنكر عليهم هذا، كيف تقولون هذا؟ قول عالم ليس بحجة إلا إذا أدلى بالدليل، إذا اختلف عالم مع عالم فنأخذ بقول العالم الذي معه إيش؟ معه الدليل، معه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي نأخذ به. وإن صار هذا العالم، وإن كان هذا العالم مغمورا وذاك العالم مشهورا، لا عبرة بالغمرة والاشتهار، بل قد يشتهر من لا علم له يذكر، نسأل الله العافية والسلامة. الإعلام الطاغوت يرفع أقوال. تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا يا إخوان؟ ماذا قال عندما أراد أن يتوب؟ قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عابد. لماذا دلوا على عابد؟ هو يسأل عن أعلم أهل، لكن الشهرة لهذا العابد، الشهرة أن أعلم الناس في المنطقة فلان العابد، فذهب إليه، لأن هذا قول الناس أن أعلم الناس فلان، فذهب إليه قال: قتلت 99 نفسا أريد أن أتوب، هل تجد لي توبة؟ قال: تقتل 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا أجد لك توبة. فكمل به المئة قتله. ثم قال مرة أخرى، قال: دلوني على أي، يعني ماذا الليلة؟ أنا أريد عالم. لسان الحال أن هذا القاتل أفقه من هذا العالم. قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم، أي بحق وحقيقة، مع أنه ليس له الصيد كما للآخر. فجاءه فقال قال: إني قتلت، ها كم يا إخوان؟ ما قال قتلت 100 نفس، ما قص عليه قصة، يعني يريد فتوى مجردة عن أي مؤثرات. قال: إني قتلت 99. هو في ذلك الوقت قتل كم يا إخوان؟ قاتل 100، لكن لو ذكر قصة 100 ربما هذا يخاف ويفتيه بفتوى مخارجة. قال: لا، إني قتلت 99 نفسا وإني أريد أن أتوب، فاتني التوبة. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ واخرج عن هذه الأرض إلى تلك الأرض فإن فيها أقواما يعينونك على طاعة الله، على هذه التوبة. فكانت النجاة في قول العالم، وأهلك العابد نفسه، وكاد أن يهلك هذا الرجل الذي يريد أن يتوب إلى الله جل وعلا. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه والعالم. هذا هو الفقيه والعالم الذي يقول: لا لا، دعكم من كذا ودعكم من كذا، يعني هؤلاء أفهم من كذا وأعلم من كذا. نقول: يا إخوان، هذه مسألة بين العلماء، والإدلاء فيها للدليل، والحكم فيها للدليل، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في طريقة التنزيل وفهم هذا الدليل. لا 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 لا، أنت تكره العلماء، أنت تبغض كذا، أنت تحتقر الأئمة، أنت كذا، أنت كذا، ويرمونه بالعظائم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن المؤلف أراد أن يؤكد أن الاجتماع على أصل الدين ما يحصل فيه افتراق إذا اجتمع الناس عليه وصلح رؤوسهم، من هم؟ العلماء والأمراء. فمتى ما فسد العلماء والأمراء فسد على الناس دينهم وحياتهم. ولهذا الطاغوت له شؤم يا إخوان، شؤم خطير على المجتمعات. المجتمعات الآن تعيش هذا الشؤم، لأن دين الله جل وعلا منحى، الشريعة لها قرابة 100 عام لم يحكم بها في أرض الله تبارك وتعالى. ولهذا العالم في كل يوم يزداد هما وغما وسوءا وإحنا وآصارا وأغلالا،
وسفكا للدماء وآلة وغلاء. لماذا؟ بسبب هذه التنحية لحكم الله ورسوله والتلاعب بالجلع من الأمراء ومن ها يسير في ركابهم من المتشبهين بالعلماء أو العلماء الذين باعوا الدين بالدنيا، نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا ونكمل بدل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله.